ماري منيب، كتير يعرف ماري منيب بس ما نعرفش كتير عن حياتها الشخصية. انا هحكي لكم شوية عنها. هي ما اسمهاش ماري منيب، هي اسمها ماري سليم حبيب نصر الله. اتولدت لعائلة مسيحية سنة 1905، وده مش تاريخ يعني مظبوط، زمان كانوا بيسننوهم تسنين. الجميلة ماري منيب ما كانتش عايزة تمثل، كانت عايزة تغني، وأول أغنية غنتها كانت بتقول فيها يا أخوانا بردانين يا أهل الشفقة جعانين. ماري مش مصرية، دي من أصول شامية من مواليد دمشق، كانت شغالة في فرقة موسيقية في الشام، وكانت عندها 14 سنة. كانوا في القطر راكبين من مدينة لمدينة، وفي القطر قابلت فوزي منيب. فوزي منيب حبها واتجوزها في القطر، أمها زعلت منها بس هي صممت وأصرت عليه. ومش بس كده، دي سمت نفسها على اسمه وباقت ماري منيب، وخلفت منه ولدين، وبعدين اتطلقت منه. ماري جات هي وأهلها عاشوا في شبرا. ماري كان لها أخت اتجوزت في مصر من محامي اسمه فهمي عبد السلام. أخت ماري دخلت في الإسلام، تعبت وماتت، وبقت ماري تربي عيال أختها. شوية بشوية جوز أختها طلب يديها للجواز، فوافقت وتجوزته بس كماري منيب المسيحية. وفي سنة 1937 أعلنت إسلامها وأشهرت إسلامها في محكمة مصر الابتدائية على يد الشيخ محمود العربي والشيخ أحمد الجداوي رئيس المحكمة. وفي نص وثيقة المحكمة كده، حضرت السيدة ماري منيب المقيمة في 6 شارع روبي شماع بشبرا، وبأنها كانت مسيحية كاثوليكية واعتنقت الإسلام ونطقت الشهادتين، واختارت لنفسها اسم أمين عبد السلام نسبة إلى زوجها عبد السلام فهمي عبد الرحمن أحمد المقيم بنفس المنزل. بس هي بقت مشهورة بماري منيب في السينما والمسرح، ما ينفعش تغيره، فبقى اسمها أمين عبد السلام في البطاقة وماري منيب في السينما والمسرح. ماري تبقى جدة الفنان عامر منيب، ما شفتهوش غير 6 سنين. هو اتولد سنة 1963 وهي ماتت سنة 1969. ماري كانت ست جدعة، يعني هي اللي نقلت عبد الفتاح القسري للمستشفى لما مراته خانته ورمته في أوضة تحت بير السلم، وهي اللي كان لها صورة شهيرة بتسند صديق عمرها بديع خيري، واللي كانت بتبعت فلوس لفنانين كتير تعبوا وملاقوش اللي يصرف عليهم. لمعلوماتي ماري ما تعبتش، ولحد آخر أيامها كانت قادرة تشتغل واقفة على رجليها. الله يرحمها كم أسعدتنا إنها